يا سلام، سلم على أصوات وأنغام زقزقة العصافير. بها كنقول لكم متتبعيني الأوفياء السلام عليكم، كنهديها لكم الأجمل متتبعين. مرحبا بكم فيديو جديد، نهار جديد في هذه الأجواء ممطرة رائعة الصراحة. كنهديها لكم، نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير، على أحسن حال. تشاهدوا هذا الفيديو بكل حب بكل فرح، يلقاكم مرتاحين في عقولكم وقلوبكم يا رب العالمين، هذا هو الأهم. يكونوا الخواطر صافية بحال هاد منظر ديال السماء، ويكونوا القلوب هانية. الله يهنينا والله يرزقنا الصبر ورزقنا السعادة وراحة البال والصحة والسلامة، هذا هو الأهم. الحمد لله، اللهم لك الحمد. كما قلت لكم مرحبا بكم في روتين جديد ان شاء الله، في نهار جديد. واسمحوا لي الا غبرت عليكم، راه غير ظروف. غتشوفوا معايا اش من ظروف اللي خلاتني انني نغبر عليكم بزاف، لان ولفتوا مني دائما الجديد. دائما كنحط يوميا بزاف منكم تواصل معايا. البنات قالوا لي علاش ما بقيتيش كتحطي يوميا كما كنتي، ما بقيتيش ناشطه في المحتوى ديالك. هذا علاش البنات غنشارك معكم هاد المسائل هذه، بعد منها في هاد لا فيديو شي لاخر ان شاء الله، في لا فيديو اخر، لانه فيديو غادي يجي طويل اللي شاركت معكم هاد المسائل هذه اللي صراحة ضرتني في خاطرك بزاف ومرضتني في صحتي. لقاو عليا دقه وحده، الله يحضر السلامه والله يحد لباس ودعواتكم. نتمنى تكملوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تفهموا اشنو واقع، باش تستفدوا، لانه هاد المسائل هذه كيخصها تجبد، خاصنا نهضروا عليها باش كل شيء يستفد منها، غير ما نتعمقوش في المشاكل ديال حياتنا الشخصيه بحال المسائل اللي كنشوفوها في يوتيوب مغربي اللي ما كتعجبناش. غادي نهضر على هذا الموضوع، هذا غندير ليه فيديو خاص ان شاء الله الا كتاب الا قدرت، لانه شفت بزاف ديال المسائل ما عجبتنيش، حطوها الناس هضروا عليها جبدوها، ما عجبانيش. ما خصش يوتيوب مغربي يبقى بحال هكذا، خصو يكون نقي، خصنا نمشيو به للقدام، نرفعوا راسنا قدام الناس الاخرين ان شاء الله بمحتوى نقي اللي يستاهل تشجيع، يستاهل اننا نتبعوه ان شاء الله يا ربي العالمين. هنايا كنشارك معكم هاد الكوزينه اللي كنت كنستعملها من شحال، هادي دابا ما بقيتش كنستعملها. هذا ديكور زوين صراحة، عجبني، درته من العويدات ديال الحرير صابره باش كان نصيبو الراندة. كيبقاو ليا هاد العويدات زوينين ونقيين وجداد، خديتهم هذيك الساعات جمعتهم درت فيهم هاد الديكور هذا. قولوا ليا كيفاش جاكم في التعاليق، واش انا فنانه ولا لا، واش نقدر ندير شي حاجه هكا نبتكر. قولوا لي البنات واش ابتكرت شي حاجه زوينه، اخترعت شي حاجه زوينه ولا لا، كيجاكم هذا الديكور هذا وهاد الخاميه اللي ما بقاتش باينه، ما بقاتش مقاده. صافي دابا كشفات، خسرتها الشمس هكا والشتا، دابا خصني نحيدها. كما كتشوفوا معايا كنت شكلت فيها شكل مثلث بهاد العويدات هادو، كندير لهم الصديفات في التحت باش ما يطيحوش. خديت هاد الخاميه هادي كانت قهويه، لون ديالها زوين ملي كانت جديده، دابا راه كشفتها الشمس كما كتشوفوا معايا، والعويدات طاحوا تهرسوا شي وحدين منهم. صافي، المهم الكوزينه كما قلت لكم ولات خربه، ولات شي حاجه اللي خصها تحيد باش يرجع هنا بلاصه النشير ونجلسوا فيه ان شاء الله. ولكن دابا حاليا استغليته، درت فيه المسائل اللي ما كنستعملش، غطيتهم هكا على الشتا والشميشة بحال الصباط، بحال المسائل اللي ما كنستعملش بزاف في الدار، حطيتهم هنا. هذا الشرجم خصو الجاجة ديالو خصها تغسل من برا، لانه مسدود ما عندي كندير نغسلها من برا. كما كتشوفوا معايا ولات كلها مسخة من برا، كما كتشوفوا معايا الحيط عالي.
المهم درنا هاد العود هذا ودرنا فوق منه الباش وعويدات اخرين. الصراحه جزوين وهكا واسع. هاد البلاصه هذه واسعه، وهذا بريز كندير فيه الشارجور ولا المولينيكس. ديك الساعات ملي كنت كنطيب هنا كان جلس كنطيب، درت الفرن وحده الشرجم كنطيب وكنشوف في الزنقه كيعجبني نجلس هنايا ونطيب هنايا بزاف. في موسم ديال الشتاء كان نطيب هنا وكنسمع الشتاء وكنشوف في المنظر ديالها في الزنقه كيعجبني. هاد الاجواء ديال الشتاء كما غتشوفوا معايا اليوم طاحت شويه ديال الشتيوة. المهم كما قلت لكم هاد الكوزينه ما بقيتش كنستعملها دابا، وليت كنحط فيها غير حاجه قديمه ولا كما قلت لكم اللي ما كنستعملش، لانه فيها مشكل ديال البخاخش هكا. هاد العود هذا كيجمع البخاخش في الصهد بزاف، داكشي علاش ما بقيتش كنجلس فيها ما بقيتش كنستعملها. كما قلت لكم هاد العود اللي درنا من الفوق هو اللي كيجمع البخاخش كما غتشوفوا معايا. واحد لحاجه اللي ان شاء الله غتشوفوه معايا واقيلا في الفيديو المقبل، لانه الا شاركتها معكم في هاد الفيديو غادي يجي طويل طويل بزاف غتملوا. لهذا يقدر نشارك معكم بعض المسائل كما قلت لكم قبيله مرضاتني في هاد الفيديو، يقدر نشارك معكم في الفيديو اخر. المهم تبعوني الله يعطيكم الخير. كما قلت لكم كانت كوزينه زوينه، كنجلس قدام هذا الشرجم هذا وكان تمنظر بالمنظر ديال الزنقه وكنستمتع بالاصوات ديال العصافير والشتا اللي كاينه فوق هذا الباش اللي كاين هنايا، الصوت ديال الشتا. الصراحه كانت هنايا جلسه زوينه، كنت كنجلس كما قلت لكم والوليدات حتى هما ولفوها بزاف. كنجيو نجلسوا هنا الا كان الصهد، لانه الدار كتكون سخونه سخونه بزاف، وعاوتاني في البرد كتكون بارده بزاف. كنجي كنجلس هنا في الشميشه كنتشمش وكنوجد في نفس الوقت غديوه ولا عشيوه ولا الشهيوات اللي كنوجد العائله هكا. كيعجبني نطيب هنا، وفي نفس الوقت الا كان مثلا الصهد كنحيد الطياب في الكوزينه ديال وسط الدار. في نفس الوقت كتكون نقيه، كتبقى ليا ديك الكوزينه نقيه حيتاش ما كنطيبش فيها، كنطيب غير هنايا. وفي نفس الوقت الدار كتكون شويه ناقص فيها الصهد ديال الكوزينه، لانه كما كنعرفوا الا كان لوقيته ديال الصهد وعاوتاني كنطيبوا في الكوزينه راه الكوزينه كتسخن الدار. داكشي علاش ملي كنطيب هنا الدار كتولي شويه شويه بعدا ناقصه من داك الصهد اللي كتولي فيه الا كانت الكوزينه فيها الطياب والصهد ديال الفران والفرن والقليل كوكوط راكم عارفين. المهم الحمد لله اللهم لك الحمد، ادعيوا معايا الله يجيب لي دوي الله يسهل عليا ربي بالدار ديالي اللي هي ديالي ماشي ديال الناس، لانه دائما الكرا كيبقى الكرا وديور الناس كتبقى ديور الناس. قد ما جلسنا فيها كتبقى ديال الناس وما كنرتاحوش. الا بغينا مثلا نريبو ما نقدروش، الا بغينا نبدلو مثلا بيت نديرو فيه كوزينه ما نقدروش. اي حاجه بغيتي تبدليها في هذيك الدار ما تقدريش لانها ماشي ديالك وماشي من حقك تريب ولا تصبغ ولا دير اللي بغيتي. لهذا الله يسهل علينا يا ربي العالمين، الله يرزق ليا وليكم والجميع اللي كيتمنوا يديروا الدار ديالهم، الله يسهل عليهم يا ربي العالمين. هنايا كما شفتوا معايا هادو غسلتهم وخرجتهم زعما باش ينشفوا ليا في الشميشه دغيا، لكن دابا الشتيوه كطيح كما شفتوا معايا. دخلتهم ودخلت هاد العوده هادي وتخطينات ديال ولدي حتى هي كان كيلعب بها هنايا مسكين قبل ما يطرى اللي طرى الله يحضر السلامه. جاب لي اغلى هديه وطحطيحه خايبه. مسكين دابا يا ناعس، غادي نشارك معكم شنو وقع ليه. الله يحضر السلامه ويبعد البلا والباس، قدر الله ما شاء فعل. دعواتكم لوليداتنا الله يحفظهم دائما، نشوفوا بعين حنينه نقولوا تبارك الله ما شاء الله هما مساكن باقين صغار ابرياء. كما كنقولوا العين حق، الواحد الا غادي يهضر يقول تبارك الله هي الاولى.
وخير الكلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دائما صلوا على النبي ونذكروا الله، لأنه أولاد الناس أولادنا نشوفوا فيهم بعين حنينة وقلب حنين، والله يحن علينا ويبعد البلا والباس كما قلت على وليدتنا وليدتكم، والله يبعد علينا شر الخلق، لأنه كاينين الناس الله يهديهم ما كنعممش ما كيبغيو لك حتى ضحكة يشوفها في وجهك، فما بالك يشوفك هاني مع وليداتك قلبهم عامر بالكره ونيتهم سيئة وعقلهم مريض بالحسد. الله يبعدهم علينا يا رب العالمين. دائما نكتروا من الصدقات اللي كترد علينا لباس، اللي كترد علينا شر، علينا وعلى وليداتنا وعلى والدينا. نصدقوا نكتروا من الصدقات، راه الصدقة راه ماشي غير الفلوس ولا الأكل ولا مثلا تمشي عند الناس تدي لهم وتبين اللي عطيتي لهم. الصدقة كتكون مستورة، اللي صدق شي حاجة يسترها ويصدق حاجة اللي بغاها الراسو، الحاجة نبغيها الراسي نحبها نبغيها الراسي ولوليداتي، هذيك هي اللي غادي نصدق. لأنه كيما نبغي الخير الراسي نبغيه لغيري، كيما كنقول لكم دائما نبغيو الخير لغيركم قبل راسكم، ودير الخير تلقاه، والله يقبل لنا ولكم الجميع المسلمين يا ربي العالمين، والله يجعلها في ميزان حسناتنا مقبولة يا ربي العالمين عند الله. نديروا الخير نكثروا من الصدقات كما قلت لكم، باش ما كان اللي قدرتي تصدقي صدقيه ربي يقبل لنا يا ربي العالمين، وربي كيرزقنا من الواسع الحمد لله. قد ما الانسان كيصدق ربي كيرزقه من جوايه اخرين كاع ما عرفهم، والحمد لله دائما الواحد غير يكون قلبه صافي تكون نيته صافية، وهذا هو المهم. الحمد لله على كل حال ولله الحمد. هنايا كما كتشوفوا معايا بعد ما طاحت هاد الشتوى هادي غير تنقيطات هكايا، يلاه كانت مجهده شويه ومن بعد حبسات. هنايا جمعت الخبز كنعطيه لمول جافيل، هكا كنشد فيه جافيل، حطيت هنايا البوديسه باش كان نشد جافيل. المهم راكم كتسمعوا هنايا اجواء شعبيه، ستيكتور زوين شعبي كما كتسمعوا، مول البيض مول الحوت مول جافيل، عطا الله الخير الحمد لله ولله الحمد. واخا الدار صعيبه شويه فيها السكنه، لانه كما قلت لكم في الصهد كتسخن، وفي البرد كتولي ثلاجه كما سميتها مقلاج كما قلت لكم في الفيديو السابق، لكن الحمد لله على كل حال. اللهم لك الحمد، الله يرزقني دويرتي يا ربي اللي تكون ديالي والصح ديالي، ما نتزاحم مع حد، من نتحرج من حد، لانه كما كتشوفوا معايا دابا هذا السطح هذا واخا هكا دابا حاليا مرتاحه فيه، نشر ما لابساش العبايه ما لابساش الزيف مرتاحه، ولكن من هنا لقدام غتشوفوا معايا علاش كنهضر في الفيديو المقبل ملي غادي ان شاء الله نهضر على هذه المساله هذه. ان شاء الله ما غاديش نبقى مرتاحه فيه كما قلت لكم، بحوايجي عادي خاصني نلبس العبايه خاصني نلبس الزيف. المهم هذه المساله ان شاء الله غادي نشاركها معكم بلا ما نطول في الفيديو، في الفيديو المقبل غادي تشوفوا علاش كنهضر ان شاء الله، لانه الفيديو غادي يجي طويل الا جمعت فيه كل شيء. هنايا كما كتشوفوا معايا دخلت الطخوطينات ديال وليدي، الصراحه اليوم بقى فيا بزاف مسكين، دابا راه ناعس الله يشافيه. غادي نشارك معكم شنو واقع ليه ان شاء الله يا ربي، دعواتكم ليه بالشفاء، والله يحفظه ويحفظ وليداتكم يا ربي العالمين، الله يخلي لنا وليداتنا ويحفظهم كما قلت، لانه الوليدات ملي كيطرى لهم شي حاجه راه كطرى لينا حنا الاولين، حنا اللي كنتقاسوا بهذيك المساله بهذيك الحاجه، الا مثلا مرضوا الا طرات لهم شي حاجه كنمرضوا حنايا، حنا اللي كنتعذبوا حنا اللي كنتمحنوا للوالدين ديالهم. لهذا الله يسمح لينا من الوالدين، الله يسمح لينا من الوالدين، الله يحفظهم لينا ونجيهم يا ربي العالمين، ورزقنا رضاهم ورضا الله يا ربي العالمين، يقدرنا اننا نرد لهم ولو
شي حاجه بسيطه من هذاك الشيء اللي داروا علينا، لانه ما نقدروش اننا نردوا لهم كل شيء. هذا من سبع المستحيلات كما كنقولوا. الوالدين صعيب انك ترد لهم داك الشيء اللي داروا معاك. امتى كترد الا عندك الوليدات كتعاني كتسهر، من تما كنحسوا بالاحساس ديال الوالدين الا عندنا الوليدات وكنسهروا حتى حنايا كنمرضوا معاهم كنعانيو معاهم كنتعبوا عليهم. بزاف ديال المسائل كنشوفوها من تما كنعرفوا بحق الوالدين الا عندنا الوليدات كنتعذبوا عليهم وكنعانيو عليهم وكنخافوا عليهم الا وقعت لهم شي حاجه كيما دخلت ليهم على ولدي كما كتشوفوا معايا مسكين. جا من المدرسه فرحان، جاب ليا اغلى هديه وطاح طيحه خايبه. الله يحفظه ويحفظ وليداتكم يا ربي. كما كتشوفوا معايا تجرح، هاد الجرحه هادي ولات ليه زرقاء ضاره بزاف. دابا غادي ندير ليه الدواء كما كتشوفوا معايا خايبه. والله يشافيه ويشافي جميع المرضى المسلمين. دعواتكم البنات مع وليدي مسكين دائما. كيوقع عليه المسائل بحال هكا. اصلا الوليدات حنا مولفينهم بهكا كيكبروا، الله يسمح لينا من الوالدين دائما كيطيحوا كينوضوا. والحمد لله الله يشافيه ويشافي جميع المرضى المسلمين. والله يسمح لينا من الوالدين قد ما درنا فيهم، ما وفينا لهم حقهم. الله يسمح لينا منهم يا رب العالمين. والله يرضي على وليداتنا ويرضي علينا ورزقنا أرضة الله، لأنه دائما إلا ربي عطانا أرضة الوالدين راه فزنا بأرضة الله. والحمد لله يا رب العالمين. كما قلت لكم ملي طاح تجرح وبكى ونعس، مشيت شريت ليه هاد الصباغة هادي كما كتشوفوا معايا باش نفرحو يفيق ونوريها عليه. دابا راه كيشوفها كيوريها لكم، غادي يحلها معاكم. عجباتو بعدا نسى شويه الجرحه. طاح على البيكالا الصغيره ديالو وتجرح كما شفتوا معايا، تجرح جرحه خايبه صراحه. بكى بزاف، بقيت معاه شحال عاد سكت عاد نعستو، درت له الدواء ونعستو والحمد لله الله يشافيه. دابا فاق ولقى هذه بعدا فرح بها شويه كيضحك والحمد لله الله يحفظه وينجحه ويحفظ وليداتنا كاملين يا رب العالمين. وكما قلت لكم قبيله في الاول ديال لا فيديو، غادي نشارك معكم بعض المسائل اللي قلت لكم ضرتني في خاطري، بحال هذه المساله ديال ولدي اللي طاح شطني عليه الصراحه. والحمد لله ملي جات على قد هكا الحمد لله، اللهم لك الحمد، قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله اللهم لك الحمد. كما قلت لكم غادي نشارك معكم باش تاخذوا افكار، تاخذوا نصائح. بحال مثلا الا طاح لينا الوليد هكا ولا البنيته، ما تخلعوش وما نطيحوش عليه بالبكاء والغوات. نديرو عقلنا بلاتي علينا بشويه علينا، نشوفو الولد ولا البنيه الا طاح بعدا كيفاش طاح. الجرحه الا كان الا كانت الجرحه خايبه نغسلو ليه بعدا، نحيدو داك الدم باش تبان لينا الجرحه كيفاش دايره، لانه لا يستر راه الدم كيغطي الجرحه ما كتبانش. نغسلو الوليد ولا البنيته مزيان البلاصه اللي تجرح فيها باش تبان لينا كيفاش دايره، واش تستدعي اننا نديوه للطبيب ولا لا، ولا غير نداويوه غير في الدار بالدواء عادي، ولا ديك الجرحه بسيطه ما تستاهلش اننا نتقلعوا عليها ولا نديوه للطبيب. المهم فهاديك اللحظة نشدو في راسنا، نشدو في أعصابنا، نديرو عقلنا، نتصرفو بالطراوي بالعقلانية. بعدا أول حاجة ما نخلعوش الولد، تاني حاجة كنعرفو أشنو كنديرو حنايا. كندخلعو بزاف حنا العيالات، لهذا دائما نكونو صبارات، نزيدو نصبرو في راسنا في بحال هاد المواقف هادي باش نتعرفوا كيفاش نتصرفوا وما نضروش راسنا وما نضروش وليداتنا.
وهذه حاجة أخرى مصيبة اللي طاحت على راسي أخرى. التليفون طبلوكة ليا دائما كيدير لي هاد المسائل هذه. وكان وجد عرض بغيت نحطه مع العشرة، راكم عارفين دائما كنحط العروض ديالي مع العشرة قد قد، وبغيت نحط عرض ليكم في الوقت ديالو، ولكن عصبني التليفون توقف ليا، بقى هكا شي 3 سوايع على البنات ولا اكثر، وهو بحال هكذا وسخون. تقولي دابا غادي ترتق، خلعني لدرجة انني حطيته في الثلاجة في المجمد، لويت عليه واحد الفوطة وحطيته في المجمد حتى برد شوية. اول مرة نهضر لكم على هذه المسألة، هذه التليفون في المجمد اول مرة تسمعوا عليها وتعرفوها. لهذا قلت لكم راه بزاف ديال المسائل خلتني انني نغبر عليكم، وتلقوا عليا بزاف. باقي غادي نشارك معكم اللي غتستفدوا منه. دائما اول حاجة غادي ننصحكم بها هي الصبر والتراوي، دائما نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع بحال هاد المصائب هذه، بحال هاد المسائل هذه. الله يجعلها من مغفرة الذنوب، والله يخفف علينا ما كتب علينا يا ربي، كتب علينا ما كتب الخير يا ربي العالمين. لانه الصراحه بعد المسائل بحال هكا يا هذا التليفون هذا، تجيني شي مكالمه مهمه ولا نبغي نعيط لشي حد، بحال مثلا شي مكالمه مهمه بحال هكذا، تليفون طبلوكا كما قلت لكم خدا تقريبا 3 سوايع ونص تقريبا اللي خدا من الوقت باش طفى، ودرتو في الشارج كما قلت لكم، دخلتو المجمد هو الاول، عاد برد شويه وطفى ديك الساعه، درتو في الشارج عاد ولا مزيان. راني كنمونطي به دابايا هاد لا فيديو هذا، لانه هذا اللي كنمونطي به، الاخر غير كنعدي به كما كنقول سلك سلك كنسلك به. المهم هذا هما المسائل اللي قلت لكم خسرت لي خاطري وضرتني في صحتي، ومسائل اخرى اللي قلت لكم غادي نشاركها معكم في الفيديوهات الجايين ان شاء الله، غتاخذوا منهم افكار. اهم حاجه غادي تاخذوها من هاد الفيديوهات ان شاء الله، من هاد المحتوى، هو الصبر البنات، ثم الصبر ثم الصبر. دائما تصرفوا بعقلانيه، نحضروا عقلنا الا وقعت لنا اي حاجه كيف ما بغات تكون، نحضروا عقلنا نتصرفوا بالطراوي باش نعرفوا اشنو كنديروا، ما نطيحوش في اغلاط ومشاكل اللي غنزيدو على راسنا، نمحنوا راسنا اكثر من المحنه اللي حنا فيها. والله يبعد علينا المحن يا ربي العالمين، ويخفف علينا مكاتبه. كنتمنى الفيديو يعجبكم، وتشجعوني باللايك والاشتراك والبارطاج مع الاهل والحباب. شكرا لكم على المشاهدة، شكرا على التعليق الزوينين ديالكم، كنتمنى انكم تستفدوا من هذا المحتوى، ما نضيعوش وقتكم غير هكاك، لانه الوقت من ذهب، خصوصا حنايا في عصر السرعة، كل شيء كيجري، كل شيء زربان. الله يكون في العون يا رب العالمين، الله يخفف علينا مكاتب، والله يرحمنا، الله يلطف بنا يا رب العالمين. شكرا لكم بزاف، كنتمنى انكم استفدتوا، خديتوا افكار، خديتوا بزاف ديال المسائل من هذا الفيديو هذا. دائما كنحاول انني نشارك معكم المسائل اللي غادي تستفدوا منها، ما تضيعوش وقتكم غير هكاك. اللي عجبكم لا فيديو بارطاجيوه مع الاهل والحباب، فضلا منكم ليس امر، نشجعوا بعضياتنا، لان هذا المحتوى ديال الدومين ديال اليوتيوب صعيب. اول حاجه كطلب منا تليفون يكون مزيان، ما يدير ليناش المشاكل بحال هكذا، باش نمونطيو الفيديوهات والتصوير. راكم عارفين هاد الدومين صعيب وصعيب بزاف، وكذلك الشروط اللي احنا كنتبعوهم واحد مورا واحد واحد مورا واحد. الصراحه شي حاجه اللي صعيبه، عاد اننا نتسناو واش غادي نستافدوا ولا ما غاديش نستافدوا، والله اعلم. المهم اننا نديرو دائما يد في اليد، نتعاونوا مع بعضياتنا، الله يوفقنا يا ربي، بعدا نكملوا غير الشروط الاولين ان شاء الله، والكمال على الله، شويه بشويه، دائما بشويه ديال الصبر والاجتهاد، ودائما الاصرار على النجاح، لانه الا ما صريناش على النجاح وحطينا هدف قدامنا في الحياه اللي غادي نخدموا عليه، الحياه كتكون ناقصه، كنحسوا بالملل دائما. خاصنا نحطوا شي حاجه اللي نخدموا عليها دائما بالاجتهاد، ونجتهدوا ونجددوا في العمل ديالنا كيف ما بغى يكون، كما كنقولوا خالف تعرف،
قد ما كدير شي حاجه مختلفه كتكون معروف عند الناس دائما. نقلبوا على الجديد، على شي حاجه اللي ما كايناش، الناس الاخرين ما داروهاش، باش ننجحوا نزيدوا القدام بالاصرار على النجاح كما كنقول لكم دائما، بالاجتهاد والعمل والعزيمه واليقين. الحمد لله ولا بد غادي نوصلوا، ربي ما غاديش يخيبنا الا كنا كنصبروا، نيتنا صافيه وقلوبنا صافيه وكنديروا الخير في غيرنا قبل نفوسنا. ضروري ربي غادي يجازينا من بعد، واخا الصبر كما كنقولوا بعد الاحيان كيضبر صعيب ولكن زوين، وكنديو الاجر في نفس الوقت عند الله. والله يقبل لي ولكم الجميع المسلمين رب العالمين، والله يرزقنا الصبر والقوة دائما باش نقوم بنفوسنا أول حاجة، نتهلاو في صحتنا وفي وليداتنا ونخدموا الخدمة ديالنا بالصحة والسلامة يا رب العالمين، والخاطر هاني اللي هو أهم حاجة، هو الخاطر يكون هاني وقلب هاني كما كنقول لكم دائما. الواحد اللي كان مرتاح في خاطره وفي قلبه أكيد غادي يخدم، أكيد غادي يعطي كتر من داكشي اللي كان كيعطي من قبل، خصوصا حنا النساء دائما كيخصنا نكونوا مرتاحين في خواطرنا باش أننا نقدروا أننا نهزوا عائلات، أننا نعطيو العائلات ديالنا نتهلاو فيهم ونخدموا في نفس الوقت، خصوصا في هاد الدومين ديال اليوتيوب اللي كيطلب الصبر ثم الصبر ثم الصبر. لهذا كنتمنى انكم خديتوا شويه ديال الصبر من هاد لا فيديو هذا، الا وقعوا لكم المسائل بحال هكذا، بالاخص التليفون دائما كيخسر، كيخصك تخدمي، كيخصك تصوري طمونطي، وفي نفس الوقت خصك تحطي في الوقت اللي انت ولفتي المتتبعين ديالك انك تحطي دائما، والتليفون ملي كيخسر يعني الخدمه كتوقف. بحال كما طرا معايا اليوم، كنتمنى انكم خديتوا فكره، خديتوا النصائح اللي هي اول حاجه الصبر البنات، تعلموا انكم تصبروا وتشدوا فراسكم وتوقدوا باش تعرفوا اشنو غديروا، خصوصا في المواقف بحال هكذا اللي طرا ليا على التليفون والطيحه ديال ولدي اللي الصراحه ضرتني في خاطري، لانه تخلعت عليه بزاف، طاح على البيكالا والحمد لله على لطف الله، الله يشافيه يا رب العالمين. المهم الحاجه اللي جابها لي غاليه عندي، كادو غالي اللي قلت لكم جاب لي مسكين وفرحان، غادي نشاركها معكم هذا الكادو اللي جاب لي ان شاء الله في الفيديو المقبل، غادي نهضر عليه لانه شي حاجه اللي مهمه بزاف خصوصا عند الامهات. كنتمنى ان شاء الله لا فيديو يعجبكم، وتسناو مني فيديو اخر اللي غنكمل لكم مازال التتمه ديال هذا لا فيديو، لانه غادي يجي طويل اللي شاركت معكم كل شيء، المسائل اللي غادي تستفدوا منها بزاف بزاف، فيها بزاف ديال الفائده لكم. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وشكرا على المشاهده، شكرا على التعليق الرائعه ديالكم، كنتمنى تشجعوني بالاشتراك والبارطاج مع الاهل والحباب، وباللايكات ديالكم والتعاليق الزوينين ديالكم. قولوا لي اي حاجه باغيين تقولوها لي في التعليق، مرحبا والف مرحبا، كنتقبل التعليق ديالكم بكل صدر رحب، واخا الحمد لله ولله الحمد عمرني ما شفت شي تعليق سلبي، الا كان سلبي كيكون مثلا على شي حاجه اللي شفتوها ما عجبتكمش، الا كانت شي حاجه اللي غتشاف كنخليها، ما كانتش كنحذف، ولا مثلا بعد التعاليق المحظوره اللي كتحذف عند اليوتيوب، ردوا بالكم البنات ما تحطوش التعاليق المحظوره لانكم كتضروا قنواتكم قبل قنوات غيركم. كنتمنى تردوا البال، ما تكتبوش التعليق المحظوره نهائيا، راها كتحذف ما كتستافدي والو من داك التعليق، لانه الا حطيت التعليق يعني الناس اللي غيدخلوا لداك الفيديو غادي يشوفوا التعليق ديالك، غيدخلوا عندك يشتركوا عندك، الا عجبهم المحتوى ديالك اكيد غادي يبقاو متبعينك دائما، وفي نفس الوقت كتشجعيني وكنجي عندك حتى انا ندير معاك الواجب. انا دائما كما كنقول لكم اللي كيتبعني كنتبعوا دائما، راكم غتردوا البال التعليق ديالي في أول
اول دقائق ديال المحتوى ديالكم كتلقاوني موجوده، لانني دائما كندير الجرس خصوصا العروض اللي كتحطوهم، كنحطهم في واتساب والله العظيم الا كنرد لهم البال اش من وقت فاش غادي يبداو، باش نكون حاضره دائما معكم، لكن مع الناس اللي كيكونوا حاضرين معايا بالتعليق متابعه ديالكم، ماشي تحطي لي تعليق السلام عليكم عرض موفق ونخلي حتى الاخر عاوتاني تقولي لي عرض موفق، هذه ما كتقبلش لانه ما كتبينش انك حاضره معايا من الاول حتى الاخر. التعليق ديال العروض البنات خصهم يكونوا متابعين وحده مورا وحده، تهضري مع الناس درتي معاهم باش كتبيني انك حاضره في هذاك العرض. والله يوفقنا جميع دائما، انا معكم مع 10 ديال الليل دائما في نفس الموعد نفس الوقت، غادي نحاول ان شاء الله ندير لكم خاطركم، نحط يوميا واخا صعيب صعيب الحال انك دائما تحط يوميا، ولكن غادي نحاول لانه المتتبع خاصنا دائما نديروا له خاطره ونكبروا به نشكره، لانه القناه بلا متتبع ما كايناش، القناه هي جمهورها انتم المتتبعين الاوفياء ديالنا، هما حنا انتما هما قناتكم. الله يوفقنا جميع، نتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم دائما، خفيف وظريف على قلوبكم، والله يجمعنا في الخير. شكرا لكم على المشاهده، تهلاو لي فرصكم، الى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله، موضوع جديد روتين جديد فيديو جديد ان شاء الله اللي غادي تاخذوا منه بزاف اللي غادي تستفدوا منه، ما تضيعوش وقتكم غير هكاك، لانه كما كنعرفوا الوقت من ذهب خصوصا في هذا الوقت اللي حنا فيها عصر السرعه، كل شيء كيجري كل شيء ما مساليش كل شيء ما عندوش الوقت، لهذا دائما كنتمنى انكم تستفدوا من هذه القناه من المحتوى ديالي، تاخذوا منه افكار تستمتعوا به بالاجواء اللي كنشارك معكم ان شاء الله، جايين فيديوهات زوينين الفلوغات اللي غادي تستمتعوا بهم في اماكن عمركم ما شفتوها ان شاء الله يا ربي العالمين، جاي الخير القدام. غير تابعوني دائما صدق، لأنه المتابعة هي الصدق والمعقول اللي كيدوم.